المنصور. زي ما قلنا ان لما بنقرا في هذه الكتابات بنشوف فكر الاباء، وعباره عن زي ما كان القديس اثناسيوس والقديس كيرلس بيعملوا، بيمزجوا ايات الكتاب ويربطوها ببعض باسلوب رائع جدا. في كتاب تجسد الكلمه نشوف القديس اثناسيوس بيجمع مجموعه ايات تحت العنوان اللي عايز يتكلم فيه، وربما ما بيضيفش أي شيء، أو ربما يضيف كلمات بسيطة للتوضيح. وعشان كده بنقول يا ريت نعرف الكتاب المقدس ونعيشه ونختبره ونتذوقه ونحيا ونتحرك ونوجد به. في الفصل الثاني تحت عنوان يسوع لنا كل شيء في كل شيء، يسوع لنا كل شيء في كل شيء، يقول باطل كل شيء لم يكن يسوع فيه مبدأه ونهايته. زي ما المسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة، قال أنا هو الألف والياء البداية والنهاية. باطل كل شيء إن لم يكن يسوع فيه مبدأه ونهايته. باطلة العبادة إن لم تكن في يسوع وباستحقاق يسوع. باطلة العظات إن لم يكن المقصود منها يسوع. باطلة التلاوة والمذاكرة والحديث إن لم يكن مركزها يسوع. باطلة العزوبة والسلوان والراحة إن لم تبتغى في يسوع وحده. باطل كل شيء إن لم يكن يسوع فيه. باطل كل أمر إن لم يتكرر فيه اسم يسوع مرات متوالية. ده فيها عمق. إزاي فعلاً إن إحنا بدون المسيح لا نستطيع أن نصنع شيء، وهو قال لنا بدوني لا تستطيع أن تصنعوا شيئاً. نفس الوقت بولس الرسول بيقول لنا أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. في الفصل الثالث بيتكلم على عزوبة محبة المسيح. يقول توبة لمن يدرك حب يسوع، وسعيد من يتذوق عزوبته. ويستعمل الآية في مرقس 4:8 ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، سوري في مزمور 34:8 ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، طوبى للرجل المتوكل عليه. ويكمل ويقول محبة العالم كلها غرور وخداع، ومحبة يسوع وحده ثابتة وصادقة وأمينة وهادئة ورصينة، لا تتغير ولا تتقلب إلى الظهر. ونلاحظ هنا إزاي بيقارن بين محبة العالم ومحبة المسيح، والمرادفات العجيبة اللي بيستعملها عشان يوصف محبة المسيح. محبة المسيح وحدها ثابتة وصادقة وأمينة وهادئة ورصينة، لا تتغير ولا تتقلب إلى الظهر، يعني ثابتة إلى أبد الآبدين. الفصل الرابع بيتكلم على تطهير القلب وإعداده لسكنة المسيح. وزي ما بقول ده ملخص، ولكن هو في كل فصل يعني أشجع لحنا نرجع للكتاب دوت. تقريبا كل فصل في صفحة ونص أو صفحتين من الحجم الكبير، عشان تشوفوا أنا بقول إيه، ما قل ودل. ده مش عشان يكفينا ان احنا خلاص يبقى عرفنا عن كتاب سر التقوى، ولكن لكي يشجعنا ان احنا نرجع ونقرأ كله ونعيشه. يقول في موضوع تطهير القلب واعداده لسكن يسوع، نقي قلبك اولا، نظفه واحرص عليه محترسا، صنه من نجاسات العالم وشهواته، رش عليه رياحين الفضائل، وعطره بعبارات النعمة،
حينئذ تقدر أن تدعو العريس السماوي ليركض عليه كسرير أخضر. وجابت كلمة سرير أخضر من سفر النشيد إصحاح 1:16، تعبيرات رائعة جدا. عشان المسيح يرضى يسكن فينا لابد أن القلب يكون طاهر ونقي، قلبا نقيا اخلق فيا الله وروحا مستقيما جدده في أحشائي. يأكد لنا في الفصل الخامس أن يسوع المسيح هو شبع النفس، وبرضو زي ما بقول يستعمل آيات، يقول قال الرب إني قريب من الذين يدعونني، وهو بقى يكلم عن نفسه يقول قلت أطرح ذاتي عند قدميك، أنا عبدك يا يسوع الصالح متضرعا أن ترحمني وتفرحني وتعزيني، وذا قلبي افتحه لتدخل فيه وتملأه من لذاتك غير الموصوفة. عامل مناجاة، يذكر الآية ويتفاعل معها. وياريت يكون هي ديت فعلا علاقتنا بكلام ربنا، خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك يا رب. يقول عشان خاطر النفس تسكن في يسوع، عشان المسيح يسكن في النفس لابد اللي احنا نهيئ النفس والنفس تهيئ ذاتها لسكن العريس الحقيقي، العريس الإلهي. وده كلامه في الفصل السادس، يقول اطردي يا نفسي الوحوش الردية من قلبك وانفضي غبار الاسم عن مسكنك. هيئ المسكن للعريس المقبل ليأتي ويسكن معك، انتظريه بسرور وبهجة، بعد قليل يأتي إليك، انتظريه سيقبل قريبا ولا يبطئ. لابد أن الإنسان يتخلص من الخطية بعمل النعمة فيه، وبعد كده هو يجي المسيح ويسكن في قلبه. نقول له يا رب حتى وإحنا بنقدم توبة هو اللي بيشجعنا على التوبة، وهو اللي بيساعدنا على التوبة، وهو اللي بينجح التوبة فينا، زي ما بيقول الكتاب توبني يا رب فأتوب. يجي بعد كده يبقى النفس معدة لسكن المسيح، سيأتي قريبا ولا يبطئ. يتدرج بينا درجة أكبر في الفصل السابع عن تكريس القلب ليسوع المسيح. تكريس القلب مش موضوع نصلي أحيانا، نقرأ كتاب المقدس أحيانا، نيجي الكنيسة حتى لو كان منتظمين، مش كده وبس. يقول أنت لست لنفسك، إنما أنت لله الذي أبدعك وصورك كما أنت. كل ما عندك وفيك ولديك إنما هو من الله، فمن العدل أن تحيا لمجده. إن من خلقك يريدك، الذي صنعك يطلب قلبك، فكرس له ذاتك وسلم له قلبك. عشان كده بيقول لنا ربنا يا ابني أعطيني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. هو موضوع تكريس، وتكريس كامل. حتى لو الواحد بيشتغل وبيدرس وبيكافح في هذه الحياة، وممكن يشتغل فول تايم وممكن يشتغل أوفر تايم، وبرضه قلبه مقرس لربنا. ده داود النبي كان مشغول جدا، وكان هو الملك وكان هو القائد وكان هو الحاكم، ومع ذلك كان بيقول سبحت الرب على أحكامك 7 مرات في النهار. ومرة ربط بين الصلوات وقال أما أنا فصلاة. وربنا شهد عن داود النبي وقال بحثت عن قلب عبد داود فوجدت قلبه حسب قلبي.
فكان داود النبي يحيى في تكريس القلب حتى وإن كان مشغول في أمور كثيرة جدا بالعالم. يحيى في العالم ولا العالم يحيى فيه. في الفصل الثامن بيقول عشان نوصل لكده لازم نمهد إن القلب لا يتعلق بالعالم. يقول لنا الأرشدياكون حبيب جرجس التفت إلى يسوع وحده ليكن تعلقك به دون غيره، فهو وحده الذي يشبع نفسك ويسد كل احتياجاتك حسب غناه في المجد. وحسب غناه في المجد ده واخذها من رسائل القديس بطرس. التفت إلى يسوع وحده ليكن تعلقك به دون غيره، فهو وحده الذي يشبع نفسك ويسد كل احتياجاتك بحسب غناه في المجد. ليس فقط احتياجاتنا الروحية بل الروحية والجسدية والنفسية وكل ما يحتاجه الإنسان. وفي الفصل التاسع يتكلم على عدم محبة العالم للوصول إلى الله، والمسيح بيأكد لنا إن إحنا عايشين في العالم ولكن نحن لسنا من هذا العالم، وقال لنا لو كنتم من هذا العالم لكان العالم يحبكم. عشان الإنسان يوصل إلى الله لابد أن هو فعلا ينفذ ما قاله القديس يوحنا الحبيب في رسائله: لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم. وقال كل ما في العالم هو شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة. في موضوع عدم محبة العالم للوصول إلى الله قال القديس أرشدياكون حبيب جرجس: إن شئت أن تكون سعيدا كاملا ويحل الله في قلبك فاحتقر كل ما في العالم من الشهوات الباطلة والنزعات الدنيئة، ومتى شعرت بمرارة لذات العالم الباطلة وتذوقت تعزيات يسوع الحلوة واستطبت لذاتها. لاحظ أن بعض العبارات في اللغة العربية عنده تتمشى مع طبيعة العصر اللي كان بيكتب فيه، إنما ما زالت لها فعاليتها وقوتها. الأصل العاشر بيتكلم على بطلان العالم وكل ما فيه عشان الواحد ما يتعلقش باللي فيه. وخلي بالكوا برضو من المرادفات، كل ما في الوجود زائل، الجاه والغنى والمجد واللذات وسائر الأشياء التي يزدهي بها الإنسان ويحصل عليها، إلا إن كلها باطلة وقبض الريح. ودي آية واخدها من سليمان الحكيم، لأنها سوف تنتهي وتزول ولابد أن يتركها الإنسان طوعا أو قهرا. طوعا أو قهرا يعني محدش هيعيش فينا هنا على طول. بولس الرسول بيقول احنا زي ما كنا ساكنين في خيمه، وان نقد بيت خيمتنا الارضيه فلنا بناء في السماء ليس بيد انسان. عشان كده بيقول ان هي كلها باطله. الكتاب بيقول ان العالم كله يزول، والمسيح مره قال الى ان تزول السماء والارض لا يزول كلمه او حرف واحد من كلامي. فلو تاكدنا من هذه الحقيقه يبقى أنا أستعمل المادة والمادة ما تستعملنيش، أعيش في العالم والعالم ما يعيش جوايا. أنا أستعملها لمجد الله وما استعملهاش للحرب ضد الله أو ضد أولاده أو إن أنا أعيش فيها في حياة الخطية. في الفصل الحداشر بيكلم على التأمل في حياة يسوع يعلم احتقار العالم. اللي بالكوا بيجيب لنا من كل الطرق بطلان العالم وكل ما فيه يخلينا نوصل لربنا.
التأمل في حياة المسيح يعلمنا احتكار العالم المهم اللي احنا نوصل للحياة مع المسيح. تأمل في حياة مخلصك تجدها مثالا جليلا لاحتكار أباطيل العالم، فاقتدي به واجتهد أن تسير في إثر خطواته وتنتهك طريقة حياته، فتجد علما وكمالا وحكمة وفطنة لغلبة أباطيل العالم. عشان كده بيقول لنا الكتاب وضع لنا مثالا لكي نقتفي خطواته. في الفصل الاثناشر بيتكلم على الاتحاد بالله. هنا بقى عايزه وصلنا لفوق خالص، مش مجرد نكلم ربنا، مش مجرد نزور ربنا في بيت، ولكن نتحد بيه. يقول لنا من شاء أن يتحد بالله فليحبه فوق كل شيء ويقف قلبه عليه ويفضله على الوالدين والأولاد والإخوة والزوجة والأقارب والأصدقاء. وذكرنا الآية بتاعت المسيح في متى 10:37، من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، من أحب ابنا أو ابن أكثر مني فلا يستحقني. وده التطبيق العملي لهذه الآية. مع أن ربنا بيقول اكرم أباك وأمك، وبيوصي الأولاد يحبوا والديهم والوالدين يحبوا أولادهم، ولكن هنا بيقول أكثر مني، وهي محبات متوازية وليست متعارضة، وكلها نابعة من محبة الله لنا أولا، زي ما قال القديس يوحنا الحبيب: نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. في الفصل 13 يتكلم على حاجتنا إلى النعمة وطاعة القلب لفعلها. إن الرب لم يشأ أن يطبع القداسة فينا طبعا لا يمحى، بل النعمة تعمل فينا فعل الطبيعة. إن لم يكن العود جافا لا يصلح للإيقاد ولا تستمر فيه النيران. هكذا أنت يجب أن تكون مستعدا لفعل النعمة، معدا نفسك لها، مهيئا إياها لقبول مواهب الروح. انمي في النعمة وأحيائها، لأنك بدونها تكون عقيما، وبها تثمر ثمر الخلاص والبر لتكن معك ليلا ونهارا، لتكن معك ليلا ونهارا. هو عايز يقول هنا إن ربنا عايز يأكد أن هناك دور للإنسان. عمل النعمة قوي جدا وكبار، ولكن لابد أن يكون الإنسان عنده استعداد لقبول عالم النعمة. والحياة الروحية هي كومبينيشن ما بين the divine power and the human efforts، هي علاقة ما بين عمل النعمة الإلهية وقبول الإنسان لعمل النعمة. ممكن ربنا كان يخلقنا زي ما بيقول وطبع القداسة والنعمة فينا بشيء لا يمحى، إنما هيكون هنا دور الإنسان إيه؟ هيبقى الإنسان حاسس إن هو متكتف ومفروض عليه إن هو يعيش في حياة القداسة والنعمة، وربنا مش عايز كده، عايز إحنا نختار ونترك الخطية ونترك العالم وكل ما في العالم لكي نحيا مع المسيح ونتمتع بحرية مجد أولاد الله. كلام كتير الوقت ما يسمحش، ولكن نكمل المرات الجاية في كتاب سر التقوى. وزي ما قلنا في المقدمة 30 كتاب كتبهم القديس الأرشيدياكون حبيب جرجس، وده من أعظم الكتب اللي كتبها، وأعتقد هو من أعظم الكتب اللي موجودة في الكنيسة في عصرها الحديث، وربما في تاريخ الكنيسة كله. أرجو إن احنا نرجع للكتاب دوت، وده من الكتب المتوفرة. يعني في بعض الكتب تقريبا اندثرت وما بقتش تطبع تاني، لكن ده من الكتب المتوفرة واللي تطبع مرات كثيرة جدا،
كان في ناس زمان يحطوا الكتاب المقدس ويحط كتاب سر التقوى جنبيهم وكل يوم يقرا لهم كذا فصل. انا مجرد بقول شرح للعنوان، ولكن لو رجعنا للكتاب ده هلاقي فيها كلمات النعمه وقوه عمل الله في الارشدياكون القديس حبيب جرجس. نفعنا الله بصلواته، ولربنا المجد الدائم الى الابد.